يا غفور الله أكبر كل ما ملت مالك النفس. بسم العزيز المقتدر أبدأ بذكرك يا غفور الله أكبر كل ما ملت مالك النفس. من عقبها يا هاجسي من تافذ الوقت معذورك رب حزامك واحتط من الدرب وتنفارق. يا مرحبا ترحيب عند الليالي والشهر، يا مرحبا ترحيب عند النجوم العاليات، يا مرحبا ترحيب تضفي على كل الحضور اعداد برق الله في غر المزون المردمات. يا مرحبا في حلة الطيب من مضى العصر بالعود الازرق والشحم ودلال كيف انبهرت. عند الرجال اهل الكرم والجود والبيت معمر عبر السنين الماضية عبر السنين المقبلات. باسم الكريم اللي ورث مجد كما بدر البدور شيخ كسب قالت نعم كفت مد الطيبات. الشيخ صلى الله سويكت من طويلين الشبور نسل الرجال اهل الكرم واهل الفعول الخالدات. اخوانها اهل الطيب والتقدير ما فيهم قصور، هم عزوة العصر حزامه بالليال المظلمات. سعود ومحمد وابو صالح صقور من صقور سعد فهد وعبد الله كما الحرارة النادرات. يالله عساكم يا عيال العود بفرح وسرور، والله يديم افراحكم يا اهل الوفا والطايلات. بعض العرب تاريخهم تلفيق معك بالوزر، بعض العرب تاريخهم مثل الجبال الراسيات. هذه حقايق يا عرب تنقرب الصوت الجهور حتى عبر الطرق الزاهيات. عيال شيخ وارثين الطيب والطيب مخبر، حنا نقول الحق ونجيب العلوم موكدات. النير شاهد يشهد رجال لهم فعل ودر، يوم الركايب عند بيت حسين دوم منوخات. واسم الهذيل يحط فوق خدود فجة النحر، فعل راشد راعي المقاف فوق الصافنات. افخر يا مضحي وافتخر يا حسين بكبار البحور، خوالكم وعمامكم مثل البحور الطاميات. من لابث وقت المغازي والمعارك والشرور، في الرأسهم وقت اللقاء مثل السيوف الصارمات. ربعي مزب انت الجلاوي يوم سكت الدهور، امجادنا بين القبائل كالجبال الشامخات. ربعي هذيل مخضبين السيف من دم النحور، تاريخنا مثل الكواكب والنجوم الواهجات. تاريخهم تاج على راسي وانا فيهم فخر، افخر بربعي كلهم ربعي مطوعت العصات. واليوم حكم شعشع انواره وزاد النور نور، الله يعز المملكة ويعز حكام ثقات. هذه مشاعر شاعر يهيض من صف الشعور، يبدع بيوت الشعر وجه القوافي مقبلات. أسكى صلاة للنبي عند النوام والزهر، عند الخرايق عند من هلل وكبر للصلاة. أسكى صلاة للنبي عند النوام والزهر، عند الخرايق عند من هلل وكبر للصلاة. سلام رده لابو سلطان مع الكرم احتمى الطلاص. سلام رده لابو سلطان رع الكرم احتمى الطلاص. صلى لي والاسم له عنوان خلي ولم داحي تزهاله. واليوم مستفتح الديوان مشحل ابناه في ماله، من نسل جدي زعيم قطال لجا نهر وتهياله. من نسل جدي زعيم قطال لجا نهر وتهياله. ركن اللي عدة الأركان ركن القبيلة ويشتاله. للوسم صارم وله عرفان طريه باقي صارم وله عرفان طريه باقي على حاله. سيرته سيره وشانه شان ومورث الطيب لعياله. كريم يمنى وصيته بان والطيب والعز مدهاله. كريم يمنى وصيته بان والطيب والعز مدهاله.
حصل منه تكسير وفي الخصايل ما عليه انتقادي الله دام لي على نية الخير يا واحد دايم عليك اعتمادي ليلة فيها نزفت تباشير كل يبارك والفرح باستيادي الليلة الفرحة لها طابع غير عيد المجالس والفرح والعيادي مجلس عريف الجد شيخ المخاسير شيخ الكرم ما يعرف الاقتصادي صلى لبو سلطان ملك المناعير سويكتي في المراجل قيادي تكسر عنف على يدينا المعاثير اللي على المجوب تعطى السنادي راعي محل فاتح للمساير ما بين مشرع والمراحل ينادي مسند الراس ولا له معاذير ترتاح بال الطيب من كل وادي جده وخاله من سيوف بواتير لا تسوقان السيوف الحدادي وابوه شيخ سطر المجد تصدير يوم المراجل كسبها باجتهادي حسين بن راشد معش الخطاطير ومزبان من حد من الوقت حادي يوم العرب تجوع ما فيه تبذير وقت يسمون زمان الجرادي جده على فعله ثبوت وتقارير ثبت وسوم مقرقعات الوادي من عزوة الاصلاح مات المظاهير اللي فعايلهم تروع المعادي قطاعة الفرجات قوم مشاهير ربع لها في كل طالة اشتادي تشهد على صلاتهم كشف والنير يوم الرماح ويوم ضرب الهنادي واكبر دليل السابق ام البواكير ما بين عرق يا وخشم الحمادي من واقع التاريخ ما فيه تزوير ما نهرج الا بالكلام الوكادي حبا عد السحاب المزابير واعداد ما دعب نسيم البرادي تحلة اللي ما حصل منه تكسير وفي الخصايل ما عليه انتقادي الله دام لي على نية الخير يا واحد دايم عليك اعتمادي ليلة فيها نزفت تباشير كل يبارك والفرح باستيادي الليلة الفرحة لها طابع غير عيد المجالس والفرح والعيادي مجلس عريف الجد شيخ المخاسير شيخ الكرم ما يعرف الاقتصادي صلى لبو سلطان ملك المناعير سويكتي في المراجل قيادي تكسر عنف على يدينا المعاثير اللي على المجوب تعطى السنادي راعي محل فاتح للمساير ما بين مشرع والمراحل ينادي مسند الراس ولا له معاذير ترتاح بال الطيب من كل وادي جده وخاله من سيوف بواتير لا تسوقان السيوف الحدادي وابوه شيخ سطر المجد تصدير يوم المراجل كسبها باجتهادي حسين بن راشد معش الخطاطير ومزبان من حد من الوقت حادي يوم العرب تجوع ما فيه تبذير وقت يسمون زمان الجرادي جده على فعله ثبوت وتقارير ثبت وسوم مقرقعات الوادي من عزوة الاصلاح مات المظاهير اللي فعايلهم تروع المعادي قطاعة الفرجات قوم مشاهير ربع لها في كل طالة اشتادي تشهد على صلاتهم كشف والنير يوم الرماح ويوم ضرب الهنادي واكبر دليل السابق ام البواكير ما بين عرق يا وخشم الحمادي من واقع التاريخ ما فيه تزوير ما نهرج الا بالكلام الوكادي بعد السحاب المزابير واعداد ما دعب نسيم البرادي تحلة اللي ما حصل منه تكسير وفي الخصايل ما عليه انتقادي الله دام لي على نية الخير يا واحد دايم عليك اعتمادي ليلة فيها نزفت تباشير كل يبارك والفرح باستيادي الليلة الفرحة لها طابع
خلال ابو سلطان ملك المناعير سويكتين في المراجل قيادي تكسر عنب على يدينا المعاذير اللي على المجوب تعطى السنادي راعي محل فاتح للمساير ما بين الشرع والمراحل ينادي مسند الراس ولا له معاذير ترتاح بال الطيب من كل وادي جده وخاله من سيوف بواتير لا تسوقنا السيوف الحدادي وبوه شيخ سطر المجد تصدر يوم المراجل كسبها بالتهادي حسين بن راشد معش الخطاطير ومزبان من حد من الوقت حادي يوم العرب تجوع ما فيه تبذير وقت يسمون زمان الجرادي جده على فعله ثبوته تقاريث ثبت وسوم مقربعات الوادي من عزوة العصلاح مات المظاهير اللي فعايلهم تروع المعادي قطاعة الفرجات قوم مشاهير ربع لها في كل طالة اشتادي تشهد على صلاتهم كشف والنير يوم الرماح ويوم ضرب الهنادي واكبر دليل السابق ام البواكير ما بين عرق يا وخشم الحمادي من واقع التاريخ ما فيه تزوير ما نهر جل بالكلام الوكادي حبا عد السحاب المزابير وعداد ما ذعب نسيم البرادي بحلة اللي ما حصل منه تكسير وفي الخصايل ما عليه انتقادي يالله دابني على نية الخير يا واحد دايم عليك اعتمادي في ليلة فيها نزفة تباشير كل يبارك والفرح باستيادي الليلة الفرحة لها طابع غير عيد المجالس والفرح والعيادي مجلس عريب الجد شيخ المخاسير شيخ الكرم ما يعرف الاقتصادي صلال ابو سلطان ملك المناعير سويكتين في المراجل قيادي تكسر عنب على يدينا المعاذير اللي على المجوب تعطى السنادي راعي محل فاتح للمساير ما بين الشرع والمراحل ينادي مسند الراس ولا له معاذير ترتاح بال الطيب من كل وادي جده وخاله من سيوف بواتير لا تسوقنا السيوف الحدادي وبوه شيخ سطر المجد تصدر يوم المراجل كسبها بالتهادي حسين بن راشد معش الخطاطير ومزبان من حد من الوقت حادي يوم العرب تجوع ما فيه تبذير وقت يسمون زمان الجرادي جده على فعله ثبوته تقاريث ثبت وسوم مقربعات الوادي من عزوة العصلاح مات المظاهير اللي فعايلهم تروع المعادي قطاعة الفرجات قوم مشاهير ربع لها في كل طالة اشتادي تشهد على صلاتهم كشف والنير يوم الرماح ويوم ضرب الهنادي واكبر دليل السابق ام البواكير ما بين عرق يا وخشم الحمادي من واقع التاريخ ما فيه تزوير ما نهر جل بالكلام الوكادي حبا عد السحاب المزابير وعداد ما ذعب نسيم البرادي بحلة اللي ما حصل منه تكسير وفي الخصايل ما عليه انتقادي يالله دابني على نية الخير يا واحد دايم عليك اعتمادي في ليلة فيها نزفة تباشير كل يبارك والفرح باستيادي الليلة الفرحة لها طابع غير عيد المجالس والفرح والعيادي مجلس عريب الجد شيخ المخاسير شيخ الكرم ما يعرف الاقتصادي صلال ابو سلطان ملك المناعير سويكتين في المراجل قيادي تكسر عنب على يدينا المعاذير اللي على المجوب تعطى السنادي راعي محل فاتح للمساير ما بين الشرع والمراحل ينادي
مسند الراس ولا له معاذير ترتاح بال الطيب من كل وادي جده وخاله من سيوف بواتير لا تسوق عن السيوف الحدادي وبوه شيخ سطر المجد تصدر يا ملنا راجل كسبها باجتهادي حسين بن راشد معش الخطاطير ومزبان من حد من الوقت حادي يوم العرب في جوع ما فيه تبذير وقت يسمون زمان الجرادي جده على فعله ثبوت وتقاري ثبت وسوم مقربعات الوادي من عزوة العصلاح مات المظاهير اللي فعايلهم تروع المعادي قطاعة الفرجات قوم مشاهير ربع لها في كل طالة اشتادي تشهد على صلاتهم كشف والنير يوم الرماح ويوم ضرب الهنادي واكبر دليل السابق ام البواكير ما بين عرق يا وخشم الحمادي من واقع التاريخ ما فيه تزوير ما نهر جل بالكلام الوكادي حصل منه تكسير وفي الخصايل ما عليه انتقادي يالله دابني على نية الخير يا واحد الدايم عليك اعتمادي في ليلة فيها نزفة تباشير كل يبارك والفرح بازديادي الليلة الفرحة لها طابع غير عيد المجالس والفرح والعيادي مجلس عريب الجد شيخ المخاسير شيخ الكرم ما يعرف الاقتصادي صلال ابو سلطان ملك المناعير سويكتي في المراجل قيادي تكسر عنب على يدينا المعاذير اللي على المجوب تعطى السنادي راعي محل فاتح للمساير ما بين شرع والمراحل جنادي مسند الراس ولا له معاذير حبال الطيب من كل وادي جده وخاله من سيوف بواتير لا تسوق عن السيوف الحدادي وبوه شيخ سطر المجد تصدر يا ملنا راجل كسبها باجتهادي حسين بن راشد معش الخطاطير ومزبان من حد من الوقت حادي يوم العرب في جوع ما فيه تبذير وقت يسمون زمان الجرادي جده على فعله ثبوت وتقاري ثبت وسوم مقربعات الوادي من عزوة العصلاح مات المظاهير اللي فعايلهم تروع المعادي قطاعة الفرجات قوم مشاهير ربع لها في كل طالة اشتادي تشهد على صلاتهم كشف والنير يوم الرماح ويوم ضرب الهنادي واكبر دليل السابق ام البواكير ما بين عرق يا وخشم الحمادي من واقع التاريخ ما فيه تزوير ما نهر جل بالكلام الوكادي بعد السحاب المسابير وعداد ما ذعب نسيم البرادي تحلة اللي ما حصل منه تكسير وفي الخصايل ما عليه انتقادي يالله دابني على الخير يا واحد الدايم عليك اعتمادي في ليلة فيها نزفة تباشير كل يبارك والفرح بازديادي الليلة الفرحة لها طابع غير عيد المجالس والفرح والعيادي مجلس عريب الجد شيخ المخاسير شيخ الكرم ما يعرف الاقتصادي صلال ابو سلطان ملك المناعي المراجل قيادي تكسر عنب على يدينا المعاذير اللي على المجوب تعطى السنادي راعي محل فاتح للمساير ما بين شرع والمراحل جنادي مسند الراس ولا له معاذير ترتاح بال الطيب من كل وادي جده وخاله من سيوف بواتير لا تسوق عن السيوف الحدادي وبوه شيخ سطر المجد تصدر يا ملنا راجل كسبها باجتهادي حسين بن
يسمون زمان الجرادي مجدح على فعله ثبوت وتقاري ثبت وسوم مقرقعات الوادي من عزوة العصلاح مات المظاهير اللي فعايلهم تروع المعادي قطاعة الفرجات قوم مشاهير ربع لها بكل طال اجدادي تشهد على صلاتهم كشف والنير يوم الرماح ويوم ضرب الهنادي واكبر دليل السابق ام البواكير ما بين عرق يا وخشم الحمادي من واقع التاريخ ما فيه تزوير ما نهر جل بالكلام الوكادي حصل منه تكسير وفي الخصايل ما عليه انتقادي يالله دافع لي على نية الخير يا واحد الدايم عليك اعتمادي في ليلة امتهان زفت تباشير كل يبارك والفرح باستيادي الليلة الفرحة لها طابع غير عيد المجالس والفرح والعيادي مجلس عريب الجد شيخ المخاسير شيخ الكرم ما يعرف الاقتصادي صلال ابو سلطان ملك المناعير سويكتي في المراجل قيادي تكسر عنف على يدينا المعاثير اللي على المجوب تعطى السنادي راعي محل فاتح للمساير ما بين شرع والمراحل جنادي مسند الراس ولا له معاذير احبال الطيب من كل وادي جده وخاله من سيوف بواتير الادي سوقان السيوف الحدادي وابوه شيخ سطر المجد تصدير يوم المراجل كسبها باجتهادي حسين بن راشد معش الخطاطير ومزبان من حد من الوقت حادي يوم العرب في جوع ما فيه تبذير وقت يسمون زمان الجرادي مجدح على فعله ثبوت وتقاري ثبت وسوم مقرقعات الوادي من عزوة العصلاح مات المظاهير اللي فعايلهم تروع المعادي قطاعة الفرجات قوم مشاهير ربع لها بكل طال اجدادي تشهد على صلاتهم كشف والنير يوم الرماح ويوم ضرب الهنادي واكبر دليل السابق ام البواكير ما بين عرق يا وخشم الحمادي من واقع التاريخ ما فيه تزوير ما نهر جل بالكلام الوكادي بعد السحاب المزابير وعداد ما ذعب نسيم البرادي تحلة اللي ما حصل منه تكسير وفي الخصايل ما عليه انتقادي يالله دافع لي على نية الخير يا واحد الدايم عليك اعتمادي في ليلة امتهان زفت تباشير كل يبارك والفرح باستيادي الليلة الفرحة لها طابع غير عيد المجالس والفرح والعيادي مجلس عريب الجد شيخ المخاسير شيخ الكرم ما يعرف الاقتصادي صلال ابو سلطان ملك المناعير سويكتي في المراجل قيادي تكسر عنف على يدينا المعاثير اللي على المجوب تعطى السنادي راعي محل فاتح للمساير ما بين شرع والمراحل جنادي مسند الراس ولا له معاذير ترتاح بال الطيب من كل وادي جده وخاله من سيوف بواتير الادي سوقان السيوف الحدادي وابوه شيخ سطر المجد تصدير يوم المراجل كسبها باجتهادي حسين بن راشد معش الخطاطير ومزبان من حد من الوقت حادي يوم العرب في جوع ما فيه تبذير وقت يسمون زمان الجرادي مجدح على فعله ثبوت وتقاري ثبت وسوم مقرقعات الوادي من عزوة العصلاح مات المظاهير اللي فعايلهم تروع المعادي قطاعة الفرجات قوم مشاهير ربع لها بكل
الرايل ما عليه انتقادي يالله دابني على ذية الخير يا واحد دايم عليك اعتمادي في ليلة فيها نزف قد باشر كل يبارك والفرح بازديادي الليلة هالفرحة لها طابع غير عيد المجالس والفرح والعيادي مجلس عريب الجد شيخ المخاسير شيخ الكرم ما يعرف الاقتصادي صلى ابو سلطان ملك المناعير سويكتين في المراجل قيادي تقصر عن افعال يدينا المعاثير اللي على المجوب تعطى السنادي راعي محل فاتح للمساير بابه مشرع والمراح ينادي مسند الراس ولا له معاذير ترتاح بال الطيب من كل وادي جده وخاله من سيوف بواتير لا تسوقان السيوف الحدادي وابوه شيخ سطر المجد تصدير يوم المراجل كسبها بالتهادي حسين بن راشد معش الخطاطير ومزباني من حد من الوقت حادي يوم العرب في جوع ما فيه تبذير وقت يسمون زمان الجرادي جده على فعله ثبوت وتقاري ثبت وسوم مقرقعات الوادي من عزوة العصلاح مات المظاهير اللي فعايلهم تروع المعادي قطاعة الفرجات قوم مشاهير ربع لها في كل طال اشتادي تشهد على صلاتهم كشف والنير يوم الرماح ويوم ضرب الهنادي واكبر دليل السابق ام البواكين ما بين عرق يا وخشم الحمادي من واقع التاريخ ما فيه تزوير ما نهر جل بالكلام الوكادي حبا عد السحاب المزابير وعداد ما دعب نسيم البرادي تحلة اللي ما حصل منه تكسير وفي الخصايل ما عليه انتقادي يالله دابني على ذية الخير يا واحد دايم عليك اعتمادي في ليلة فيها نزف قد باشير كل يبارك والفرح بازديادي الليلة هالفرحة لها طابع غير عيد المجالس والفرح والعيادي مجلس عريب الجد شيخ المخاسير شيخ الكرم ما يعرف الاقتصادي صلى ابو سلطان ملك المناعير سويكتين في المراجل قيادي تقصر عن افعال يدينا المعاثير اللي على المجوب تعطى السنادي راعي محل فاتح للمساير بابه مشرع والمراح ينادي مسند الراس ولا له معاذير ترتاح بال الطيب من كل وادي جده وخاله من سيوف بواتير لا تسوقان السيوف الحدادي وابوه شيخ سطر المجد تصدير يوم المراجل كسبها بالتهادي حسين بن راشد معش الخطاطير ومزباني من حد من الوقت حادي يوم العرب في جوع ما فيه تبذير وقت يسمون زمان الجرادي جده على فعله ثبوت وتقاري ثبت وسوم مقرقعات الوادي من عزوة العصلاح مات المظاهير اللي فعايلهم تروع المعادي قطاعة الفرجات قوم مشاهير ربع لها في كل طال اشتادي تشهد على صلاتهم كشف والنير يوم الرماح ويوم ضرب الهنادي واكبر دليل السابق ام البواكين ما بين عرق يا وخشم الحمادي من واقع التاريخ ما فيه تزوير ما نهر جل بالكلام الوكادي حبا عد السحاب المزابير وعداد ما دعب نسيم البرادي تحلة اللي ما حصل منه تكسير وفي الخصايل ما عليه انتقادي يالله دابني على ذية الخير يا واحد دايم عليك اعتمادي في ليلة فيها نزف قد باشير كل يبارك والفرح بازديادي الليلة هالفرحة لها طابع غير عيد المجالس والفرح
مسند الراس ولا له معاذير ترتاح بال الطيب من كل وادي جده وخاله من سيوف بواتير لا تسوقنا السيوف الحدادي وبوه شيخ سطر المجد تسطير يوم المراجل كسبها بالتهادي حسين بن راشد معش الخطاطير ومزبان من حد من الوقت حادي يوم العرب تجوع ما فيه تبذير وقت يسمون زمان الجرادي جده على فعله نبوت وتقاري ثبت وسوم مقرقعات التوادي من عزوة العصل احمد المظاهير اللي فعايلهم تروع المعادي قطعت الفرجات قوم مشاهير ربع لها في كل طالة اشتادي تشهد على صلاتهم كشف والنير يوم الرماح ويوم ضرب الهنادي واكبر دليل السابق ام البواكين ما بين عرق يا وخشم الحمادي من واقع التاريخ ما فيه تزوير ما نهرج الا بالكلام الوكادي بسم العزيز المقتدر ابدا بذكرك يا غفور الله هو اكبر كل ما مالت مالك النفس بسم العزيز المقتدر ابدا بذكرك يا غفور الله هو اكبر كل ما مالت مالك النفس من عقبها يا هاجسي من تافذ الوقت معذورك رب حزامك واحتط من الدرب وتنفارقا يا مرحبا ترحيب تنعد الليالي والشهر يا مرحبا يا مرحبا ترحيبة تضفي على كل الحضور اعداد برق اللاح في غر اللسون المردمات يا مرحبا في حلة الطيب من مضى العصور بالعود الازرق والشحم ودلال كيف انبخرت عند الرجال اهل الكرم والجود والبيت معمر عبر السنين الماضية عبر السنين المقبلات بسم الكريم اللي ورث مجد كما بدر البدور شيخ كسب قالت نعم كفت مد الطيبات الشيخ صلى الله سويكت من طويلين الشبور نسل الرجال اهل الكرم واهل الفعول الخالدات اخوانها اهل الطيب والتقدير ما فيهم قصور هم عزوة العصر حزامة بالليال المظلمات اسعود ومحمد وابو صالح صقور من صقور سعد فهد وعبد الله كما الحرارة النادرة يالله عساكم يا عيال العود بفرح وسرور والله يديم افراحكم يا اهل الوفا والطايلات بعض العرب تاريخهم تلفيق معك بالوزر بعض العرب تاريخهم مثل الجبال الراسيات هذه حقايق يا عرب تنقرب الصوت الجهور حتى العرب تحبها عبر الطرق الزاهيات عيال شيخ وارثين الطيب والطيب مخبر حنا نقول الحق ونجيب العلوم مؤكدات النير شاهد يشهد رجال لهم فعل ودر يوم الركايب عند بيت حسين دوم منوخات واسم الهذيل يحط فوق خدود فجة النحر فعل لراشد راعي المقاف فوق الصافنات افخر يا مضحي وافتخر يا حسين بكبار البحور خوالكم واعمامكم مثل البحور الطاميات من لابت الوقت المغازي والمعارك والشرور في الرأسهم وقت اللقاء مثل السيوف الصارمات ربعي مزب بنت الجلاوي يوم سكت الدهور امجادنا بين القبائل كالجبال الشامخات ربعي هذيل مخضبين السيف من دم النحور تاريخنا مثل الكواكب والنجوم الواهجات تاريخهم تاج على راسي وانا فيهم فخر افخر بربعي كلهم ربعي مطوعة العصات واليوم حكم شعشع وراه وزاد النور نور الله يعز المملكة ويعز حكام ثقات هذه مشاعر شاعر يهيض من صف الشعور يبدع بيوت الشعر وجه القوى في مقبلات أسكى صلاة للنبي عد النوامي والزهر عد الخرايق عد من هلل الوكب الصلاة العزيز المقتدر ابدا بذكرك يا غفور الله هو اكبر كل ما مالت زمالك النبات من عقبها يا هاجسي من تافذ الوقت معذورك رب حزامك واحتط من الدرب وتنفارقا يا مرحبا ترحيب تنعد
يا مرحبا في حلة الطيب مما ظل عصر بالعود الأزرق والشحم ودلال كيف انبهرت عند الرجال أهل الكرم والجود والبيت معمر عبر السنين الماضية عبر السنين المقبلت باسم الكريم اللي ورث مجد كما بدر البدور شيخ انكسب قالت نعم كفت مد الطيبات الشيخ صلى الله سويكت من طويلين الشبور نسل الرجال أهل الكرم وأهل الفعول الخالدات أخوانها أهل الطيب والتقدير ما فيهم قصر هم عزوة العصر حزامة فالليال المظلمات أسعود ومحمد وابو صالح صقور من صقور سعد فهد وعبد الله كما الحرارة النادرة يالله عساكم يا عيال العود بفرح وسرور والله يديم أفراحكم يا أهل الوفا والطايلات بعض العرب تاريخهم تلفيق معك بالوزر بعض العرب تاريخهم مثل الجبال الراسيات هذه حقايق يا عرب تنقرب الصوت الجهور حتى العرب تحبها عبر الطرق الزاهيات عيال شيخ وارثين الطيب والطيب مخبر حنا نقول الحق ونجيب العلوم مؤكدات النير شاهد يشهد رجال لهم فعل ودر يوم الركايب عند بيت حسين دوم منوخات واسم الهذيل يحط فوق خدود فجة النحر فعل لراشد راعي المقاف فوق الصافنات افخر يا مضحي وافتخر يا حسين بكبار البحور خوالكم واعمامكم مثل البحور الطاميات من لابت وقت المغازي والمعارك والشرور في الرأسهم وقت اللقاء مثل السيوف الصالمات ربعي مزب انت الجلاوي يوم سكت الدهور امجادنا بين القبائل كالجبال الشامخات ربعي هذيل مخضبين السيف من دم النحور تاريخنا مثل الكواكب والنجوم الواهجات تاريخهم تاج على راسي وانا فيهم فخر افخر بربعي كلهم ربعي مطوع تنعصر واليوم حكم شعشع انواره وزاد النور نور الله يعز المملكة ويعز حكام ثقات هذه مشاعر شاعر يهيض من صف الشعور يبدع بيوت الشعر وجه القوى في مقبلات أسكى صلاة للنبي عد النوام والزهر عد الخرايق عد من هلل وكب الله العزيز المقتدر ابدأ بذكرك يا غفور الله هو أكبر كل ما مالت زمالك النبات من عقبها يا هاجسي من تافذ الوقت معدورك رب حزامك واحتضب من الدرب يود مبروك يا صلاة ما سويت وعلى البركة هاك امسك امسك والله يعزك يا مرحباكم يعزكم عند ولاكم أخواننا المسلمين حنا جيناكم مشاركين ومباركين ومعنا رمز هدية إن شاء الله هنختليكم وإن كانها قليلة عذرونا وإن كانها كثيرة تستاهلونا مرحباكم هديتكم وأنتم كلكم هدية وتليق ومعنا أبيات عندنا ويا مرحبا بالجميع ومعنا أبيات عرضة يا مرحبا تفضل نبرك بيها قدام يا مرحبا يا مرحبا الله بالجميع الله يحييك يا سلام الله سلام يا جمل يا ولد عمي عزيز الجنب يا سلام الله سلام يا جمل يا ولد عمي عزيز الجنب يا سلام الله سلام يا جمل يا ولد عمي عزيز الجنب يا اللي على
صار من شاف الوسم ما يهب راعي العصر بدعها وجمل صار من شاف الوسم ما يهب صارت انت القط وصارت تحمل والفرع نقمة من السحب صارت انت القط وصارت تحمل والفرع يا مرحبا وعداد وبلن يا خيل يا مرحبا وعداد وبلن يا خيل يا أهل الوفا والطيب يا عز الأصحاب يا أهل الوفا والطيب يا عز الأصحاب مرحبا وعداد وبلن يا خيل غير الحاسد يا دروعنا اللي في المواقف تكمل يا دروعنا لا تبين يا عربين الأنساب يا دروعنا اللي في المواقف تكمل والرمح والوقت غصب حي يا مرحبا يا الله حي يا العمد ذو يبين يا مرحبا الاعداد السيل حياكم الله عندي يا عمكم يا مرحبا جاني عزيمة جبت سمعان وطاعة وشارة عن صحة أخوي صلال جيت قدر ما جيت أدور طمع يا صلى ليوم المجاعة في نجدي من نير لذيل مجهال فاني لهم بيت وسعر وباعة بها الدرع اللاسع البرج وضيال بها الصحون كل ضيف ومتاع نار عليها يحمس البن ودلال هذه شهادة خص بشعر خلاعة شعري يفك حبالي ويعقد حبال لا تحسب ان الطيب عند صناعة حسين في الرشد ولد مال
العصر نهار الشجاعة اللي يمتنع عن شوقها كل ذلال بشعر خلاعة شعري يفك حبالي ويعقد حبال لا تحسب ان الطيب عند صنعاء حسين بن راشد ولد مرى الافعال خيالة العصر نهار الشجاعة يمتنع عن شوقها كل ذلال بشعر خلاعة شعري يفك حبالي ويعقد حبال لا تحسب ان الطيب عند صنعاء حسين بن راشد ولد ما ظل افعال خيالة العصر نهار الشجاعة يمتنع عن شوقها كل ذلال الصحو
خلاص بشعر خلاص شعري يفك حبالي ويعقد حبال أتحسب أن الطيب عند صنعاء حسين الراشد ولد مرة الأفعال خيالة العصر نهار الشجاعة يمتنع عن شوقها كل ذلال شعر خلاع شعري يفك حبالي ويعقد حبال أتحسب أن الطيب عند صنعاء حسين الراشد ولد مرة الأفعال خيالة العصر نهار الشجاعة يمتنع عن شوقها كل دلال شعر خلاع شعري يفك حبالي ويعقد حبال أتحسب أن الطيب عند صنعاء حسين الراشد ولد مرة الأفعال خيالة العصر نهار الشجاعة يمتنع عن شوقها كل ذلال Awesome.
يا مرحبا فالجميع والله يحييك. شو اسم الرجال؟ باتل بن مشعل بن خشيبان الدير. نعم نعم ستين نعم. نعم وستين نعم. بيض الله وجهك. عند الوالد ابو سلطان الله هديه هديه والله ما تجي والله ما تتاخر هذه يبغى هديه رمزيه ابو سلطان وانت تشتغل الله يحييكم يا مرحبا فيكم الله يحييكم تحيه مشكورين مجمدين حضوركم كل جمال.